احترف ريسي ينطلق ثاني أشواط هذه الأمسية للخيل العربية الأصيلة انطلاقة موفقة وسريعة لهذه الجياد. نشوف الصدارة والمركز الأول في هذه الأثناء مع الجواد رقم 11 الجواد مطوي الشجاعة لحسن بن علي المطوي. المتابعة في المركز الثاني لرقم 12 لدينا المذخور لمحمد بن حمد بن عبد الرحمن العطية. ثالث المراكز من الجهة الخارجية وشاهد التقدم لمحري لعبد الله جابر الخيارين. رابع المراكز وشاهد الاندفاع الآن في هذه الأثناء لرقم 5 فورجل شيراز في وضع جيد لحسن بن علي المطوي. يتبعها على المركز السادس الإراك لأستاذ مربط شرق مع عبد الكبير بن عربي. سابعا يأتينا من الجهة الخارجية يبدو لنا طاغي لعبد الله بن ناصر العطية. خلفه تماما غرشب لحمد أحمد الجهني. من وسط الجياد يتواجد بالقبعة الصفراء نويل موري لمبارك بن علي النعيمي أيضا متواجد في المركز السابع أو الثامن. خلفها مشاهد الاندفاع لرقم 9 مجدور وأيضا رقم 15 إشفاق وتأخر لحرايق. عودة للصدارة وعودة للمركز الأول. مطوي الشجاعة متصدر لهذا الشوط ومتصدر لهذا المشهد. المتابعة في المركز الثاني مع المذخور اللي سيد محمد بن حمد بن عبد الرحمن العطية. التراجع لباقي الجياد الإراك يضع نفسه في وضع جيد. غرشب أيضا متواجد ولدينا الجواد رقم 4 المشهر لحمد أحمد الجهني في وضع ممتاز في هذه الأثناء. الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية. الصدارة والمركز الأول مع مطوي الشجاعة لحسن بن علي المطوي وصالع فرج نعتيبي على المركز الأول وعلى الصدارة. المحاولة تأتي من الجهة الخارجية للمشهر في محاولة قوية المشهر وأيضا لدينا البقية الباقية رقم 12 هنا المذخور ولكن الصدارة والمركز الأول مع الجواد رقم 11 مطوي الشجاعة لحسن بن علي المطوي إلى المركز الأول. التدخل المتأخر الآن لرقم 16 منى والصدارة والمركز الأول لمطوي الشجاعة. منى في المركز الثاني ثالث المراكز مع رقم 4 المشهر. رابعا يبدو لنا وذنان مع الجواد إشفاق أو لدينا المقدام مع إشفاق ونشوف باقي المراكز. Official result for race number 2 in first place horse number 11 Matwi Al Shaja owned by Mr. Hassan Ali Al Matwi ridden by Saleh Faraj Al Otaibi. In second place horse number 16 Muna owned by Al Raka Bin Stud ridden by Jefferson Smith. In third place horse number 4 Al Mashahar owned by Mr. Hamad Ahmed Al Jahani ridden by Abdullah Rashid Al Hajri. In fourth place, horse number 15, Ishfaq, owned by the Al Mekdam Stud, ridden by Praniel Arvind. And in fifth place, horse number 12, Al Madhur, owned by Mr. Mohammed bin Hamad Al Atiyah, ridden by Stefan Mazur. Yeah.